نعم، ولربما المناطق المختلفة عاشت هدوءا حذرا خلال الساعات الماضية، عدا عن المناطق الشمالية التي شهدت قصفا مكثفا من المدفعية الإسرائيلية والغارات والأحزمة النارية، ثم أتبعتها القوات البرية للاحتلال بتوسعة الدخول البري تجاه المستشفى الإندونيسي، واستهدفت المستشفى بالقذائف المدفعية وإطلاق النار سواء من الدبابات أو من الطيران المسير، ومنعت أي أحد من الدخول للمستشفى أو الخروج منه، أدى ذلك لاستشهاد 8 شهداء. وهذا الحديث حتى ربما نصف ساعة من الساعة الماضية وما زال الأمر متواصل، لكن تجددت الغارات على المناطق الأخرى سواء في المحافظة الوسطى أو جنوب القطاع. المحافظة الوسطى وصل 6 شهداء وأكثر من 10 مصابين جرحى، جلهم أطفال ونساء، من استهداف لأحد المنازل في مخيم النصيرات غرب أو شمال غرب المحافظة الوسطى. وأكد ضباط الإسعاف وجود ما يزيد عن 70 شخصا تحت الأنقاض في هذه البناية السكنية التي استهدفت وهي مأهولة على رؤوس ساكنيها. أيضا بعد نصف ساعة أو إلى ساعة من هذا الاستهداف قصف طائرات الاحتلال منزلا آخر في مخيم المغازي، وعلى العين الآن سيارات الإسعاف تنقل مصابين وجرحى من هذا الاستهداف، إضافة لمحاولتها انتشال شهداء من الاستهداف الأول في مدينة أو في مخيم النصيرات. إلى الجنوب حيث مدينة رفح، وقصفت طائرات الاحتلال منزلين في محيط مستشفى أبو يوسف النجار، أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر. هذه تقريبا حتى هذه اللحظة جل الغارات فيما لا يعرف ما يحدث في مدينة غزة، سواء من غارات أو من عدوان سواء بري في المحاور المختلفة، بسبب قطع الاتصالات وقصف طواقم العمل وقصف طواقم الإنقاذ. كل هذه الغارات تأتي أمام أيضا تغير دراماتيكي واستثنائي على أرض الميدان، في ظل توارد خلال الساعات الماضية حديث عن التهدئة التي لم يؤكدها أحد ولم تعلن من جانب رسمي، ونفتها حركة حماس ونفت ما خرج على الإعلام بخصوص صفقة تبادل نفاها عزة الرزق عضو المكتب السياسي للحركة في الخارج، وقال أنه لا جديد بخصوص صفقة تبادل، فيما نتحدث عن دخول وتوسعة برية من قبل قوات الاحتلال تجاه مستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة شمال القطاع بالتحديد شرق بيت لاهيا. في ظل استمرار هذا القصف على المستشفى نتحدث عن توسيع لعمليات الاحتلال التي كان الخبراء يتوقعون أن يكون لإعادة التموضع وانسحاب القوات من وسط مدينة غزة إلى شارع الرشيد هجمة أخرى أو توسعة عمليات أخرى، ولكن كانت التقديرات تجاه الجنوب هذه المرة جاءت من الشمال، في ظل أننا نتحدث عن ساعات ماضية عاش فيها الجنوب بما يعني كان يزعم به عبر الإعلام العبري. الجنوب عاش ساعات من الهدوء الحذر، وحتى كانت وتيرة الغارات أقل بكثير خاصة في مدينة خان يونس من الأيام الماضية، ولم يشهد تشهد الحدود الشرقية أي من التوغلات أو الاشتباكات مع قوات الاحتلال. شكرا جزيلا أحمد البطة، مراسلنا من مستشفى أو عفوا الصحفي معنا من مستشفى شهداء.